السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. كل سنة وانتم طيبين ومن ربنا قريبين، والسنة الجاية ان شاء الله تكونوا عند النبي متجمعين. يلا بسرعة انت وهي قولوا امين. النهاردة كده هنعمل احلى جلاش مورق بطريقتين اسهل من بعض، والحشوة سهلة وجميلة جدا، وكمان هنشكل تشكيلة كده مميزة للجلاش. يا رب ان شاء الله يعجبكم. وصفات رمضان، وصفات سهلة، وصفات لذيذة بإذن الله، وهتقومي فورا تعمليها. يعني الشكل يتحدث عن نفسه، والطريقة سهلة، مفيش أسهل ولا أطعم إن شاء الله من كده. تعالي بقى معايا داخل الفيديو عشان نعرف إحنا عملنا الجلاش الحلو ده إزاي. خليكي معايا. أول حاجة أنا معايا كده لفتين من الجلاش. أي نوع جلاش أنت بتستخدميه، بلدي بقى، جلاش من ده، جلاش سادة، يعني من عند بتاع الفطاير، يعني كل واحد على حسب ما يحب. ونص كيلو كده من اللحمة المفرومة. انا اللحمة دي كانت بصراحة مطلعاها من الفريزر، بس برضو هوريكم الطريقة اللي انا بفكها بيها سريع سريع كده، تمام. انا حطيتها كده في طاسة بدون اي مواد دهنية بصراحة. انا بدل ما عندي طاسة تيفال، نعمة وفضل من عند ربنا، بتخلي الحاجة معاكي بتعمليها بدون اي زيوت او اي دهون. عايزة تحطي بقى سمنة او زبدة براحتك خالص. المهم اول كده ما تحطيها تهدي عليها النار، اول كده ما تلاقيه تتفكك من كل حتة هتبتدي تقلبيها. بصوا زي ما انتم شايفين طريقتها سهلة جدا في الفككان اللي هي اللحمة اللي في الفريزر. هتنفعك طبعا في رمضان لو انت مستعجلة او عايز تعملي الحاجة بسرعة، هتحطيها في الطاسة بتاعتك وتهدي عليها النار، هتلاقيها ساحت فوق بمنتهى السهولة. ابتديت احط عليها كده بصلتين كبار. اليومين دول ما تنسوش خزين البصل يا جماعة. وحطيت عليها كده رشة من الفلفل، وحطيت عليها كده يعني كوباية كده من المية. اول بس ايه، عايزة تحطي عليها بهارات تانية، توم بودر، بصل بودر. انا احط عليها بس ايه رشة كده من جوزة الطيب. بصوا زي ما انتم شايفين البصل تبل دبل، وبرده اللحمه دخلت في السوى. هبدا احط عليها كده فلفل اخضر، فلفل الوان، اي نوع عندك. مش عايزه تحطيه برده براحتك ومزاجك. ابتدي قلبيه كده. انا عايزه الميه اللي في اللحمه دي تنشف خالص عشان خاطر لما اجي احشي بيها الجلاش ما يطراش يبقى شكله مش حلو معاكي. جبت جوزة الطيب، لو عندك مبشور يعني هيبقى زي الفل، بس ابتديت كده ايه ابشرها بالمبشرة الزغنطوطة بس، ورشة كده من جوزة الطيب، وبتخلي ريحة اللحمة حلوة قوي وطعمها حلو قوي. وما تنسيش الملح بتاعك، تظبطي الملح بتاعها. اول بس ما تبتدي تلاقي كده ايه المية نشفت من تحت، تبتدي ايه هدي على طفيها بقى خلاص، تمام. ابتدي بس سيبيها تبرد اهم حاجة، وبعد كده تعالي بقى نحشو الجلاش. النهاردة هحشيه بحشو طريقتين مختلفة او بشكل مختلف للجلاش. هعمله كده شكل البوريك والشكل التقليدي العادي خالص، زي اي ست بيت بتعمله. ابتديت احط عليها كده ايه شوية من الجبنة المبشورة او الجبنة المونزاريلا، دي برضو اضافة على حسب ما تحبي. عايزة برضو تحطي جبنة رومي، جبنة شيدر، برضو براحتك ومزاجك. اهم حاجة تكون اللحمة بردت معاكي عشان الجبنة الشيدر او المونزاريلا ما تسحش فيها، تمام. ابتدي بقى قلبي كل الخليط كده مع بعضه، وبعد كده يلا بينا بقى نجهز احلى جلاش. النهارده كده زي ما قلت لكم هعمله بطريقتين او في صينيتين، تمام. المهم هاتي كده ايه ورقتين كده من الجلاش، هو مقطوع، هو طالع مقطوع معايا اهو، مش هيقول لك لا خالص، يعني هيبقى زي الفل. ابتدي تجيبي بقى ايه الطاجن بتاعك او الصاج او الصينيه، شوفي على حسب ما تحبي، عايزاه مدور، عايزاه طويل، براحتك ومزاجك. ابتدي ادهني الارضيه وحطي كده طبقه من الجلاش بين كل طبقه والتانيه، مسحه كده من الزبده. دي بصراحه كانت سمنه بلدي على معلقه زبده كبيره كده. وابتدي بقى ايه ادهني كده الاطراف والجوانب وكده، يعني هتبقى اسهل طريقه لعمل الجلاش. داخل عليكي رمضان بقى، رمضان الخير يا رب علينا جميعا، يا رب كل سنه وانتم طيبين ويقعد عليكم الايام بخير وكل يوم عايز. فان شاء الله استنوني في رمضان باذن الله في اكلات سهله، وازاي تحضري لعزومات كبيره تعدي ال 30 نفر باذن الله،
فبإذن الله يا رب يكون معاكم بإذن الله يديني ويديكوا كده طولة العمر، ونعمل بقى أحلى الوجبات وكل ده بدون أي تحضيرات. إيه ده أم ريان بتقول أشعر والله. المهم كده هتحطي كام طبقة تحت يعني على حسب ما تحبي، بس أنا بصراحة بحب أحط 6 تحت وأربعة فوق، يعني 10 جلاشات كده أو ورق جلاش، واللي هي في الجناب دي هتبتدي تتنيها، عايزة تسيبيها تقفلي بيها في الآخر برضو مفيش مشاكل. عايزة تحطي برضو في السمنة أو الزبدة بتاعتك رشة كده من البيكنج باودر يساعد على التوريق من جوه برضو مفيش مشاكل، بس هي السمنة أو الزبدة يعني هتقوم بالواجب بصراحة. ابتدي فريدي بقى، حطي طبقة كده من اللحمة وابتدي فريدي. عايزة تحطي معاهم زيتون، عايزة تحطي معاهم زودي الجبنة الموزاريلا برضو مفيش مشاكل، كل واحد على حسب ما يحب، كل شيخ وليه طريقة. بعد كده مقطوع مش هيقولك لا خالص يعني، تمام اهو قطع مقطوع الواحدة بوحدتها يعني الجيش قالك اتصرفي. المهم هبدأ احط فوق كده 4 طبقات. اهم حاجة الجلاش تخلي بالك وهو في الفرن عشان بيتلسع بسرعة، او يعني تلاقي اللون كده بتاعه اتغير بسرعة، فخلي بالك عشان ما يتحرقش منك. حلوة ما يتحرقش منك. ايه يا ام الريان اللغة العربية الفصحى دي. المهم كده خلاص بقى ابتديت كده اظبط خلاص اللي هي اخر طبقة، ابتديت احط عليها كده دهنة برضو من الزبدة او السمنة، وبعد كده الجلاش بيتقطع قبل ما يخش الفرن عشان ياخد بقى الرسمة اللي انت هتقطعيها عليها. المهم كده زي ما تحبي بقى، عايزة بالطول بالعرض كده مثلثات سامبوكس اي حاجة، المهم التشكيلة اللي انت عايزاها تعمليها قبل ما تخش الفرن عشان خاطر اول ما بتخش الفرن هتلاقيها اتطبعت بنفس الرسمة اللي انت سايباها عليها. عملتها كده بصراحة اهو مثلثات، وشكل الطاجن بقى النهائي اهو. ابتدي غطي عليه عبر ما تعملي الصينية التانية دي بقى، قلت اقصها، فالجنب اللي هو فاضل ده هبتدي اقطعه كده بالسكينة عشان يبقى الرول على القد. الجلاش اللي فاضل ده انا مش عارميه يا جماعة، هعمل بيه معاكم ام علي قريب جدا باذن الله، ادعوا لي بس. المهم كده تبتدي تجيبي الصاج بتاعك او شوفي انت هتحطي في ايه، وابتدي بقى تجيبي لفتين كده فوق بعض، انا عايزة ورقتين كده من الجلاش ده بقى اللي هعمله رول، ولا احط له سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة دلوقتي خالص. في الاخر هو اللي هوريكم الطريقه اللي انت هتسقوا بيها الجلاش ازاي. ابتدي دوري كده اعملي رول، اهم حاجه بين كل رول والتاني تضغطي كده ضغطه لجوه بحيث اللي هو يبقى ماسك في بعض الرولات، ودي اسهل طريقه برضو يعني زي ما قلت لك هتعملي اشكال كتير بالجلاش اهو. ابدا بقى اخلص كله يعني، هو طبقتين زي ما قلت لكم اهو، لو مكسور مفيش مشاكل اهو، انا حطيت كذا واحده كده على بعضها مقطوعه فمش هتقول لك لا خالص يعني، تمام. ابتدي بس بين كل جنب والتاني دخلي الجلاش جنب التاني، وابتديت اسقيه كده في الاخر بالسمنه، بس الفيديو بتاعه مش عارفه راح فين يعني، الحمد لله اللي هي بتيجي في حاجات بسيطه. وابتدي اقطعيه كده قطع يعني كل صبع والتاني 3 طبقات كده، قطعت 3 طبقات ماشي. ابتدي بقى دخلي الفرن، شغلي عليه الفرن من تحت على نار عاليه اول كده، وهو لسه في نص السوى هتعملي بقى الخلطه دي اللي هي بقى كوبايه لبن وعليها بيضايه ورشه كده من الفلفل، وعايزه تحطي شويه من الملح حطي، هو ده بقى اللي هنسقي بيه اللبن، بس لما ياخد نص سوى يعني، لما ياخد نص سوى في ناس بتحطه في الاول خالص، بس انا بصراحه بفضل وهو في نص سوى اول كده ما خد له لون من تحت. ابتديت اطلع الجلاش بتاعي وابتدي اسقيه باللبن والبيض ده، حلو بيخلي كده الجلاش طعمه حلو في نفس الوقت كده بيديله لون حلو برضو، يعني الحاجة دي اختيارية عايزة تحطيها مفيش مشاكل، مش عايزة براحتك خالص. برضو الجلاش التاني ابتديت احط برضو شرب اللبن بتاعه، وابتديت احطه هو لسه ما خدش الوش، تمام. ابتديت بقى احط شوية كده من الزيتون، وابتديت برضو احط الحركة دي شوية كده من الموزاريلا فوق الوش، واحط عليهم كده رشة بسيطة من حبة البركة تديها لون بس مش اكتر. ابتدي بقى هو استوى من تحت، تفتح عليه الشوايه ويطلع لك بالشكل الامور واللذيذ ده. بس كده هي دي اسهل طريقه لعمل الجلاش المورق، طريقته سهله مكوناته بسيطه ينفعك في عزومات رمضان، واللي هو الرول ده بصراحه شكله حلو قوي وطريقته سهله، وفي نفس الوقت كده تغيير في شكل الجلاش التقليدي اللي بتاعنا. في نهايه الفيديو انا مستنيه تعليقاتكم، مستنيه ان شاء الله لايكات كتير، وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحاجه حلوه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.